عندنا التتراسايكلين اند جلايسيل سايكلين. بالنسبة للتتراسايكلين والجلايسيل سايكلينز هي نوع من أنواع البروتين سينثيسيز انهبيترز، نوع من أنواع التايبس اوف انتيبيوتكس which act as بروتين سينثيسيز انهبيترز. الاكشن مالتها انه هذا النوع من الادويه يصير بي بايندينج انتو ذا 30S رايبوسوم. احنا مثل ما نعرف انه البكتيريا الرايبوسومات مال البكتيريا تختلف عن الهيومن، واحنا عندنا انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك المفروض انه يشتغل على التارجت بالبكتيريا ما موجود بالهيومن، فهنا اكو فرق بالرايبوسومات بين البكتيريا والهيومن، فممكن انه ناخذ هذه الرايبوسومز كتارجت الى الانتي بايوتيكس. فواحد من الانتيبايوتكس اللي ممكن انه يشتغل على البروتين سينثيسيس انهبيتر اللي هو التتراسايكلين او الجلايسيل سايكلينز. هذه التتراسايكلين او الجلايسيل سايكلينز لها قابليه انه تتحد ويا ال 30S رايبوسوم اللي موجود بالبكتيريا، وبالتالي تمنع البايندينج مال التي ار ان اي ويا الام ار ان اي. احنا نعرف مثلا بالبروتين سينثيسيس نحتاج الى تو تايبس اوف ار ان اي اللي هو الام ار ان اي اللي ينقل الكود من النيوكليوس الى الرايبوسوم، وعندنا التي ار ان اي اللي هو ينقل الامينو اسيدز من different parts of the cytoplasm ينقلها الى داخل الرايبوسوم. فنحتاج الى انه يصير عندنا بايندينج بين الـ tRNA والـ mRNA حتى يصير عندنا protein synthesis. هنا عندنا التتراسايكلين أو الجلايسيل سايكلينز لها قابلية أنه تتحد ويا الـ 30S ribosome وتمنع عملية اتحاد الـ tRNA ويا الـ mRNA، وبالتالي يمنع الـ protein synthesis. هاي العملية تصير بالبكتيريا وما تصير بالهيومن. التأثير مال التتراسايكلين أو الجلايسيل سايكلينز هي يكون تأثيرها بكتيريوستاتيك، فإذا الأكشن مالته مال بكتيريوستاتيك والميكانيزم مالته هو البايندينج انتو ذا 30S سب يونت اوف ذا رايبوسوم، وبالتالي يمنع البايندينج مال التي ار ان اي ويا الام ار ان اي. بالنسبة للجلايسيل سايكلين هو انالوج او ديريفاتيف اوف تتراسايكلين. تتراسايكلين عبارة عن تتراسايكلين انالوجز، بها اختلاف طبعا شوية بالسبكترم اوف اكشن، وايضا الجلايسيل سايكلين من مميزاته انه ممكن انه يشتغل على البكتيريا، يشتغل على البكتيريا اللي تكون ريزيستنت للتتراسايكلين. نجي على السبكتروم اوف اكتيفيتي، يعني احنا كل انتيبايوتيك نجي ندرس به الميكانيزم اوف اكشن، سبكتروم اوف اكتيفيتي، سبيسيفيك انديكيشن، فارماكوكاينيتيك والجنرال سايد افكتس. بالنسبه للسبكتروم اوف اكتيفيتي نشوف انه التتراسايكلين بي فد برود سبكتروم اوف اكشن، بحيث انه مو بس يشتغل على جرام بوزيتيف ونيجاتيف، يشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، ويشتغل ايضا على الاتيبيكال بكتيريا. ممكن انه يشتغل على الاتيبيكال بكتيريا، وايضا ممكن انه يشتغل على البروتوزوا. بالنسبه للجلايسيل سايكلين هم بي برود سبكتروم اوف اكشن، هم يشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، وايضا اكثر شيء يشتغل على التتراسايكلين ريزيستنت بكتيريا، يعني لما تكون البكتيريا بيها ريزيستنس للتتراسايكلين فممكن انه نتحول الى الجلايسيل سايكلين. اثنيناتهم بيها في the broad spectrum of activity، بس الاكشن مالتهم يكون بكتيريا ستاتيك. ال specific indication بالنسبة للتتراسايكلين، ننطي احنا different types of infections باعتبار انه يشتغل على gram positive و gram negative bacteria. بالنسبة للجلايسيل سايكلين ممكن اكثر شيء نوصف للcomplicated skin and soft tissue infections. بالنسبة للسوليوبيليتي مالتهم نشوف انه التتراسايكلين يكون لايبوفيلك، كذلك الجلايسيل سايكلين اثنيناتهم يكونوا لايبوفيلك بيه بور ووتر سوليوبيليتي. هذا طبعا اللايبوفيليسيتي ما تتحكم بالفارماكوكاينيتيك كاركترز، فمثلا بالنسبه للفارماكوكاينيتيك كاركتر انه بيها جود اورال ابزوربشن تتراسايكلين، بينما الابزوربشن ما تكون افكتد باي فالنت ايونز او الترايفالنت ايونز. الباي فالنت ايونز مثلا عندنا الكالسيوم،
الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون اند الومنيوم. فلهذا ما يفضل انه ناخذ التتراسايكلين كونكومتنتلي وذ ميل، خاصه اذا وي البريكفاست، لان البريكفاست بي دايري برودكتس، ف يعني بمنتجات البان، فالكالسيوم اللي موجود منتجات الالبان ممكن يتحد يسوي كومبلكس ويا التتراسايكلين ويمنع الابزوربشن مالته. كذلك التتراسايكلين ما مفضل انه نعطي بيه الالومنيوم كونتينينج كومباوندز مثلا الانتا اسيد، لانه هذه ممكن تسوي لنا كومبلكس ويا التتراسايكلين وبالتالي تمنع الابزوربشن. التتراسايكلين بطبيعته ما يقدر يعبر البلود برين بارير، وكليتها كل التتراسايكلين ممكن ان تطلع عن طريق اليورين ما عدا المينيسايكلين اند ديميسايكلين اللي خروجها يكون عن طريق الليفر. الديستريبيوشن نشوف انه ايضا التتراسايكلينز بصوره عامه التيجي سايكلين او التيجي سايكلين او الجلايسيل سايكلين يختلف عن التترا سايكلين، انه ما ممكن انه ينطي اورالي، فلهذا ينطو فقط اي في. طبعا نجي على الدراج ديستريبيوشن اللي هي الخطوه الثانيه بالفارماكوكاينيتيك، انه التترا سايكلين بها قابليه انه تتجمع في ديفرنت تايبس اوف تيشوز لايك ان ليفر اند كيدني اند اولسو ان ذا تيشوز اندرجوينج كالسيفيكيشن، يعني خاصه مثلا بالبون ممكن ان يتجمع بالبون، يعني هو اذا قابليه انه يتحد ويا الكالسيوم، فلهذا تشوف انه الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالته يكون عالي زين وبي لو بلازما كونسنتريشن. فهذا ايضا نتوقع انه الهاف لايف مال التتراسايكلينز بصوره عامه ايضا الهاف لايف مالتها يكون نوعا ما اطول. هنا الاليمينيشن مالتها يختلف، يعني مثلا التتراسايكلين هي الانواع مال التتراسايكلين ديريفاتيفز هو التتراسايكلين دوكسيسايكلين مينيسايكلين اند ديميسايكلين، هذول الانواع مالتها. فمثلا التتراسايكلين يختلف عنهم انه eliminated unchanged in kidney، المينيسايكلين لا يحتاج الى انه يصير به hepatic biotransformation وبعدين يصير الميتابولايتك سكريشن بالكيدنيز، وكذلك الديميسايكلين يحتاج الى الميتابوليزم عن طريق الليفر وبعدين يصير به سكريشن بالكيدني، يعني الميتابولايت يصير به سكريشن بالكيدني. التيجي سايكلين it is eliminated primarily by bile and feces وما بي رينال elimination، ممكن ان يطلع عن طريق البايل وما يطلع عن طريق الرينال سيستم. التتراسايكلين لا it is eliminated unchanged in urine. السايد افكتس مالتها هم تكون هي سيميلر، يعني الجلايسيل سايكلينز والتتراسايكلين اثنيناتهم بيها نفس السايد افكتس، نفس السايد افكت سيميلر سايد افكت. من ضمن لكن الجلايسيل سايكلين بالاضافه الى السايد افكت مال التترا سايكلين ممكن انه يسوي لنا اكيوت بنكرياتيز. بالنسبه للسايد افكت مال التترا سايكلين واللي هي نفسها مال الجلايسيل سايكلين تشمل لنا اول شيء الابيجاستريك ديستريس مثلا جاسترايتيز او ايسوفاجايتيز، ف حتى نقلل الانسيدنس مال الجاسترايتس يقول لك اتز بريفير تو تيك ات وذ فود او ناخذها ان ذا فورم اوف كبسول، لكن لما نيجي ناخذها ويا الفود لازم ننتبه انه الفود ما يكون بي دايري برودكت خاصه البريكفاست، لانه كثره الكالسيوم ممكن انه يسوي لنا كومبلكس ويا التتراسايكلين. ايضا التتراسايكلين من المشاكل انه يسوي لنا فوتو سنسيتيفيتي او سام بيرن، بينما هذه الفوتو سنسيتيفيتي تكون لس ويا المينيسايكلين. ايضا ممكن انه ياثر لنا على الفيستيبولار اباراتس، خاصه المينيسايكلين اكثر واحد ياثر على الفيستيبولار اباراتس، يعني المينيسايكلين اقل واحد يسوي فوتو سنسيتيفيتي لكن اكثر واحد بيناتهم ياثر على الفيستيبولار اباراتس. تأثيره على الفيستيبولار أباراتس يسبب لنا حالة الفيرتايجو and dizziness or tinnitus. فيرتايجو الدوار، dizziness الدوخة، tinnitus الطنين بالإذن، وهذا نتيجة أنه به قابلية أنه تتجمع بداخل البوليمورف to concentrate in polymorph of ears.
ايضا يسبب لنا حاله اسمها سيودو موتور سيريبري. السيودو موتور سيريبري هو بناين انتراكرانيال هايبرتنشن، وهذا يسبب لنا هيد ايك اند بلارد فيجن، وممكن انه ايضا يسبب الهيباتو توكسيسيتي. يعني التتراسايكلينز خاصه اللي يصير بها ميتابوليزم بالليفر تكون هيباتو توكسيك، ممكن تاثر على النظر وتسوي بلارد فيجن، ممكن انه تسوي فوتو سنسيتيفيتي رياكشن، وممكن انه تاثر على الفيستيبولار اباراتس. بالنسبة للجلايسيل سايكلين هو بنفس نفس التأثيرات، نفس السايد افكت مال التتراسايكلين، لكن الفرق انه ممكن يسبب لنا ايضا اكيوت بنكرياتيس. الأدوية اللي مشهورة من ضمن التتراسايكلين هي التتراسايكلين ديريفاتيف اللي يكون اليمينيتد باي كدني. عندنا الدوكسيسايكلين هو ديريفاتيف اوف تتراسايكلين اللي يصير ب اليمينيشن عن طريق الهيباتيك روت، والميتابولايت هي تطلع بالكدني. الدوكسيسايكلين يفرق عن التتراسايكلين انه الدوكسيسايكلين يطلع عن طريق الليفر، لكن التتراسايكلين يطلع عن تشينج ان يورين. التتراسايكلين الهاف لايف مالته تكون قليله، لكن الدوكسيسايكلين الهاف لايف مالته تكون اطول، فلهذا التتراسايكلين ينطي كل 6 ساعات 4 مرات باليوم، لكن الدوكسيسايكلين ينطي مرتين باليوم، فلهذا مرات يفضلوا. المينيسايكلين يطلع اكثر شيء عن طريق الليفر، وممكن انه المينيسايكلين هي اكثرها ما تعبر البلود برين بارير قلنا، لكن المينيسايكلين هو ممكن انه يعبر البرين بلود برين بارير، وهو اكثر واحد ياثر لي على الفيستيبولار اباراتس طبعا، يعني هو لانه اكثر واحد ياثر لي على السي ان اس، وممكن اكثر واحد يسوي لنا الفيستيبولار اباراتس ديستربنس، لكن بين كل انواع التتراسايكلينز. التيجي سايكلين اللي هو ديريفاتيف اوف جلايسيل سايكلين. الجلايسيل سايكلين هي فرقها عن التتراسايكلين انه ممكن ان نعطيها بالتتراسايكلين ريزيستنت بكتيريا، والاكشن ما تهم انه يكون اجينست ذا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، لكن تكون مور افكتيف توارد ذا جرام بوزيتيف. Thank you very much for your listening.